النهاردة عاملين ثلاث حاجات زراف وخفاف، واحدة منهم العصير. عارفين كل وقت والتاني كده بطلع لكم بعصير أقول لكم ده عشان البرد، ده علشان الزور، ده علشان المرة دي بعملينه للكوليسترول. احنا داخلين على الصيف والشتاء كان كتير وكلنا بقى لحمة وزبدة ولسه طالعين كمان من أعياد، فهنحاول نعمل العصير الكوليسترول ده. هو عبارة عن جريب فروت متوافر ما فيهوش أي مشكلة، تفاح برضو متواجد ما فيهوش مشكلة، بلو باري ده اللي مشكلة، أوكي، اللي هو التوت البني ده، البني مفيش توت بني، هو التوت الازرق اسمه بلو باري. فده بنلاقيه في بعض السوبر ماركتات او المحلات بيتباع فروزن، فهو ده اللي احنا هنجيبه، اوكي. هبتدي على طول انا في البتاع، واهم حاجه طبعا ايه، الجينجر اللي هو الجنزبيل. انا هعمل واحده مش هعمل الاثنين، واحنا الحمد لله عندنا هنا الجوسر او العصاره الرهيبه بتاعتنا دي. لو مفيش عصاره مش مشكله، نعمل ايه، نقشر الحاجه ونضربهم كلهم في الخلاط وبعدين يعني بتبقى المشكله اسرع. يعني العصاره دي بصراحه بتخلي الحياه سهله جدا جدا على البشريه. وعندنا ست سكاكين لطيف جديد، فاللي هنعمله دلوقتي خليني اقول لكم بقيه الحاجات. عامله لكم العصير ده بتاع الكوليسترول الهايل، وعامله لكم سلطه لطيفه برده جدا خفيفه بصدور دجاج مدخن. لو مفيش دجاج مدخن مش مشكله، نجيب فراخ مسلوقه عندنا او روستد اللي هي بتاعه الفرن ونشغلها، ماشي، وبفرنش دريسنج هقول لكم ازاي بنعمله. واكتر حاجه النهارده حلوه وهي فعلا طعمها حلو هو السبونج بودينج، عاملينه بالبرتقال والليمون وجوز الهند. فهبتدي على طول زي ما انتم شايفين، بس ايه هشيل شويه من ال عشان هو ده اكتر حاجه بتبقى مر. والتفاحه برضو ونجيب هنا عندنا الكوبايه بتاعتنا، اوكي، ونشغلها ونبتدي شغل على طول. والتفاح شايفين السرعه رهيبه البتاعه دي فعلا بتؤثرني جدا. جنزبيل، ودلوقتي بقى نخلي بالنا على هدومنا واحنا بنشتغل الحركه دي، لان ده من اكتر الحاجات اللي بتبقع اكتر، كمان بيبقى من الكركديه والحاجات دي. فنخلي بالنا، اللي انا هعمله بقى دلوقتي ان احنا نقفلها، نخففها شويه كده، لا انا عايز اقفلها خالص تهدى علشان لما ننزله ما يترقعش فيه. ودلوقتي بقى ايه، ننزل شوية البلو باري بتوعنا دول. احنا عندنا توت كمان، التوت بتاعنا المصري الحلو، احنا دول يومين التوت، في الابيض وفي الاسود، استعملوا الاسود معاه بس كفاية كده. ونقوم حاطين دي كده ومشغلين، شايفين بقى لونه عامل ازاي. وخلاص انا عندي هنا تلج في الثلاجة، يا سلام. هجيب بس ممكن احط دي هنا، هشيل دي من هنا وتعالي انتي. وبكده العصير بتاعنا اللي هو بتاع كوليسترول، اي حد عنده كوليسترول زياده، قلنا بدل الادويه احنا من الحاجات اللي في الطبيعه هنخلي الادويه بتاعتنا، فهو شويه دواء كوليسترول وبالشفاء.
كده خلصنا دواء الكوليسترول بتاعنا. نبتدي بقى نشتغل في بقية الحاجات الحلوة اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة، اللي هي عبارة، هحط بقية التلج، اللي هي عبارة عن ايه؟ عن السلطة. السلطة بتاعتنا النهاردة مكوناتها الآتي: عندنا كابوتشا زي ما انتوا شايفين، في الطماطم الصغيرة، في عندنا الفراخ المدخنة، قلت لكم مش لازم مدخنة، ممكن تبقى مسلوقة أو روستد، بواقي فراخ. الواحد دايما في السلطات يستعمل الحاجات بتاعت اليوم اللي قبليه. ومن الحاجات اللي انا مش عارفه انتوا بتعملوها ولا، انا شخصيا ما اقدرش ابدا اكل ولا فراخ متسخنه ولا سمك متسخن. لو انا عملتهم من امبارح، يا اما هدخلها بقى في تارت او في حاجه تدخل في الفرن، انما مثلا فراخ محمره نقوم محمرين مسخنينها عشان اكلها محمره تاني متبقاش حلوه. فدايما نقوم احنا حاطينها في حاجه تانيه زي السلطه دي مثلا. فعندنا الفلافل الالوان زي ما انتم شايفين، الوان على طول تعرفوا انها حاجه ضد الاكسده، فعظيمه جدا. والحلو بقى فينا او اللعب كله في الدريسنج، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن بقدونس، مستارده بالحب، كاتشب، مايونيز، مستارده عاديه، بابريكا، عندنا خل ابيض، زيت زيتون، وورسترشاير صوص. اوكي، هنبتدي على طول. يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، ده هو شبه بقدونس بس هو ريحه مفروم، انا اسفه ان انا ايه، بس برضو ممكن نستعملها بالبقدونس. اللي موجود عندنا يعني، انا الحكايه ان احنا ما نصعبش الحكايه على نفسنا، اللي موجود نشتغل بيه. هنا ده مطرح كده، يلا عشان البيئه وعشان الميه، احنا عملنا بيها تفاح وجريب فروت، فعمرهم برضو ما هيقولوا لا ابدا في السلطه. فايه اهو، هاخد نصها هنشتغل على طول. انا بحب اقطع دايما الخس مش بالسكينه دي، في سكاكين خشب كده هتلاقوه عند الناس او بلاستيك. ليه؟ لان الحديد او الستانلس او الالومنيوم او اي حاجه مع ده بيحصل له اكسده، فلونه بيبقى بني بعدين. عشان كده معظم الوقت انا بعمله بايديا، بس لما الواحد بيبقى عايز بقى يعمله حاجات قد بعض مضطر. فبس بقول لكم في سكاكين خشب ومعموله مخصوص للخس اهو، نصين. يعني دلوقتي في ناس بقوا يعملوا عزايم يا جماعه على سلطه، يعني يقول يا جماعه تعالوا عندنا النهارده على الغداء ولا على العشاء، وتلاقوا بس طبق سلطه كده لطيف مهيب، يعني حاجه محترمه، وده بيبقى الاكل كله. ليه؟ لان من كتر الامراض اللي الواحد عمال بيسمع عليها دلوقتي، مش كل شويه بقى بنسمع على كوليسترول زي ما احنا متكلمين، ولاد صغيرين شباب يعني في سن العشرينات وكده بقى عندهم كوليسترول وضغط وسكر. طبعا دي من اللي بيحصل لنا في الحياه، يعني نكمل ستريس وعدم الحركه. يعني زمان اكيد اهالينا كلهم كان عندهم نفس الستريس بس كانوا بيتحركوا، احنا بقينا صوابعنا هي اللي بتتحرك مع تغيير الحاجات، صح ولا ايه؟ خلصنا دول، يبقى ايه اللي عندنا تاني نحطه او نعمله؟ نقطع دلوقتي الفراخ، ومع تقطيع الفراخ لازم نغير البتاع اللي بنقطع عليها. انا هاخد بس ايه اتنين كده دايجونال كده يبقوا على الوش. الفراخ المدخنه يا جماعه ممكن تتعمل في البيت او ممكن نجيبها من السوبر ماركت. انا شخصيا بحب طعم التدخين في الاكل، يعني اي حاجه مدخنه سموكي كده بيبقى طعمها حاجه تانية خالص. ازاي بتتعمل بالظبط؟ هتولنا حته، عارفين الكاست ايرن الحلل الالومنيوم القديمه دي، نحط تحتيها كده شويه نشاره خشب، اوكي، على شويه فحم، وتحطوا الفراخ فوق. عارفين البتاع اللي احنا الجريل اللي احنا بنشوي عليه، اللي هي زي الشبكه، بنحطها عليها وبنعلي ده في ده، وبس لازم تبقى مقفوله، فالسموكينس دي هي اللي بتسويها وتفضل مقفوله كده كتير. كده بيتعمل السمك، بتتعمل اللحمه، كل الحاجات دي. هنسيب دي كده هنا، وده هرجعها هنا. ودلوقتي نبتدي نعمل الصوص، اللي هو عباره عن ايه؟ الفرنش ماسترد، او سوري الفرنش دريسنج. الفرنش دريسنج عباره عن مستارده اهي، هو بقول لكم اللعب كله في الفرنش دريسنج النهارده. وهاخد بس معلقه من ده، مايونيز، كاتشب، هاخد كل ديجون ده، انا بحب طعمه شخصيا جدا، هكملها كمان.
بابريكا مش كتير، زيت زيتون، خل ابيض مش خل عنب، خل ابيض عادي طبعا، خل عنب ابيض يبقى احلى بكتير، مع التقليب المستمر. واكتر حاجه بتدي طعم جمال جدا هو الوستشاير صوص، واهو مع التقليب المستمر. خليني بقى اشوف، هايله كل الحاجات عندنا فيها اوريدي ملح وفيها الفلفل، يعني طعمها هايل. اللي عايز يزود شويه فلفل يزود، انا الملح مش هزوده، اللي عايزين يزودوا يزودوا. زي ما احنا لسه قايلين عاملين حاجه النهارده كوليسترول علشان ننزله، فمش عايزه ازود الملح ويحصل فيه ايه مشكله في الضغط والكلام ده كله. فهو خلصنا الفرنش ماسترد، الفرنش دريسنج بتاعنا، نعمله كده طعمه يجنن. والباقي ده نحطه في برطمان مقفول في الثلاجه، يقعد لنا كويس لغايه اسبوع بحاله، وفي اي وقت بنعمل ساندوتش او بنعمل اي حاجه نحطه عليها وخلاص. واهو شويه، وبعدين انا عايزه بقى بتوع السلطه اهو. وبكده الجزء الاولاني من الحلقه بتاعتنا خلص، اللي هو في منتهى الصحه والجمال، اللي هو عباره عن عصير للكوليسترول بالتفاح والجريب فروت والبلوبيري او التوت الازرق. وتاني حاجه عملناها هي سلطه بالفراخ اللي احنا لسه ما حطيناهاش دي، بالفرنش دريسنج او بالصلصه، سلطه صلصه الفرنسيه للسلطه. اوكي، فاشوفكم بقى في الحلقه، الجزء الثاني من الحلقه، بعد ما نكون قدمناهم بقى بشكل حلو. اشوفكم في الفاصل. اهلا وسهلا بيكم معايا مره تانية، والجزء الثاني من الحلقه. الاولاني كنا عملنا فيه العصير بتاع تقليل الكوليسترول وسلطه لطيفه جدا بالفرنش دريسنج، وعرفنا الفرنش دريسنج مكوناته ايه. كان في حاجه واحده بس ناقصه انا ما حطيتهاش في الفرنش دريسنج، وهو ان الريحان. الريحان مش لازم نحطه، لان في ناس ما لهمش قوي في الريحان. انا بحب شخصيه الريحان اكله كورق كده اهو سلطه، فانا هقطعه كده عليها حتى هيديها لون حلو وطعم يجنن. تاني حاجة بقى هنعملها دلوقتي هي السبونج بودينج. انتوا عارفين البودينج اللي هو هتبقى أي حاجة معمولة بالبيض زي بالكاستر كده، وهنطبخه على باماري. ايه هي مكوناتنا؟ مكوناتنا زي ما انتوا شايفين الآتي، عندنا المكونات السائلة هقولها لكم، وبعدين كده المكونات الناشفة الجافة، و هنفهمها ازاي بقى تمشي مع بعض. اول حاجه في المكونات السائله عندنا معلقتين عصير برتقال، معلقتين او ليمونتين معصورين، عندنا لبن، عندنا زبده متسيحه، وعندنا صفار بيض بيضتين. الصفار طبعا فيه البياض، البياض هناخده على جنب وهيتضرب لوحده لغايه لما يعمل لنا المنقار كده ناشف، مش سوفت بيكس يعني، لا ستيف بيك يعني، يبقى زي ما بنعمل المرانج. والمكونات عندنا بقى الناشفه هي عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق وسكر وجوز الطيب، وعندنا بشر ليمون وبشر برتقال. فحاسين بتاع كام البرتقال والليمون في الحكايه، هي حاجه زاستي قوي، حاجه في منتهى الحمضيه، بس طعمها حلو جدا جدا جدا. اول حاجه هعملها هحطها لكم كده كده اهو، الدقيق مع السكر، شويه زياده السكر عندنا حلو كده النهارده، يعني مش كل حاجه تبقى يعني في منتهى الصحة، برضو نحب ايه ندلعنا شوية. اهو البرتقال والليمون. اوكي، دول كده اهو هخليهم على جنب. وانا في حاجة قررت اعملها لكم في الاخر، انا هعملها زي جليز كده من الوش، او نحطها زي طبقة كده برضو مربة برتقال ويستفندي، موجودة في السوق، لو مش عايزينها ما تعملوهاش ما تعملوهاش، طعمها حلو كده كده. دلوقتي بقى نبتدي نشتغل في الحاجات دي. نبقى عندنا هنا اهو العجانه وال البتاع ده هو اسمه ايه يا جماعه، الخلاط، جاهزين الاثنين، هنشتغل كله هنا على طول مره واحده اهو. نحط اللبن بتاعنا هنا،
هحط الزبدة اللي احنا مسيحينها شوية، وهحط صفار البيض، واجيب هنا البرتقال، ناخد واحدة من دول كده، ونجيب معلقة. دي اسهل طريقة الواحد يعصر بيها برتقال، سهلة وظريفة وما بتاخدش وقت. بالمعلقة ايديكم ما بيجيش فيها اساسا كله، المعلقة هي اللي بتلف والبرتقال حواليها كده. دول تقريبا معلقتين برتقال اهو، معلقتين كبار مش معلقتين شاي، لا معلقتين شوربة، وعصير الليمون. هزيد ليمون قد البرتقال. ناخد واحدة كمان. دايما لما بنيجي نشتغل اي حاجة كيك او اي حاجة بتتخبز، دايما بنقول لكم نزود شوية ملح. الملح بيتزود على ايه؟ بيتزود عادة على الدقيق. كده احنا خلصنا خلاص الحاجات الواد كلها، او كل الحاجات الطرية اللي احنا السايلة، اللي هو عصير البرتقال والليمون زي ما شفتوا، بيضتين، الزبدة السايحة واللبن. اوكي، ده كده خلاص خلصنا منه. تاني حاجة هنا بقى عندنا بياض البيض، عشان كده قلت لكم حطوا الاتنين مع بعض وخلصوا، كله بيتعمل مع بعضه في نفس الوقت. اهم حاجة بنعملها قبل ما نعمل بياض بيض لو عايزينه ينفش، ان احنا ننضف الوعاء بتاعنا او البولة بشوية خل، تنضفوها كده كويس جدا. اهم حاجة ما يبقاش فيها اي نوع من اي دهون، الدهون هي اللي ما بترفعش البيض. ماشي، ونبتدي بقى ايه نلعب. وهنا هحط شوية الدقيق بتوعي. كده ده خلاص عندي عالي قوي، ولسه عندي صفار البيض، فهستنى على بياض البيض. انا اسفه، هشغل تاني على بياض البيض لغايه لما يبقى ابيض هشت كده، عارفين زي شكل المارشميلو، شبه السحاب كده، عارفين يبقى عامل ازاي؟ هو كده بالظبط. نضربه جامد اهو، بدا يشتغل. واحنا في البوله بتاعتنا اللي هنا دي، هبتدي هنا انزل شويه شويه بالحاجات اللي احنا عجناها مع بعض او ضربناها مع بعض، بالشوكه، جوز هند، سكر، ودقيق، وبشر عصير، وبشر ليمون، وبشر برتقال. هي بتبقى حاجه في منتهى الخفيه، احنا سميناها سبونج بودنج، يعني بتبقى اسفنجيه هشه جدا جدا جدا. واهو بدا، استنى استنى كمان واقلب دول كده كويس قوي. خليها هنا وده كده خلاص خلصناه. وخلاص ونظرا برضو للسد اللي عمال بيتبني عندنا ده، انا ما بحبش اخلي حد يغسل مواعين كتير او انا اغسل مواعين كتير، فاللي هعمله الاتي. عاده، ودي حاجه مهمه انا بقولها لكم، انا بقول كده دلوقتي عشان مش عايزه اغسل كتير، بس لما نيجي نشتغل في اي حاجه دايما نفكر هنوسخ كام حله، هنعمل كام حاجه. فاللي احنا هنعمله طبعا ده اكبر من ده، بس احنا هنقلب كل حاجه في الصغير. فين بقى السباتولا؟ عندي سباتولا اهي، عظيم. هننزل ببياض البيض ده هنا اهو كده، زي ما انتم شايفين احنا ما حطيناش اي نوع من اي بيكنج باودر ولا بيكنج سودا، ما حطيناش اي حاجه ترفع ولا خميره، اللي هيرفعها لنا ومدخل لنا هوا فيها هو بياض البيض. ونبتدي ايه نعمل حاجه اسمها فولدنج او تطبيق، بنطبقها
انا مش عايزه الهواء اللي جوه البيت ده ينزل، فنفضل نقلبها شويه شويه، مش كامله لا نص، من تحت لفوق من تحت لفوق بالطريقه دي. فكده تفضل كل الفقاقيع الهواء موجوده اللي عملناها مع بياض البيض. ريحتها تجنن، يعني ليمون وبرتقال وجوز هند، تتوقعوا ايه؟ اهو عظيم جدا جدا جدا. بس كده يبقى احنا وصلنا اللي مطلوب مننا. نشيل بقى الحاجه اللي عندنا دي هنا. زي ما قلت لكم احنا هنسويها باماري او على البخار. يعني ايه على البخار؟ يعني عايزين طبقين يدخلوا جوه بعض بس ما يكونش لامسين بعض عشان ما يحصلش انهم ايه طقوا. فاللي هيحصل دلوقتي زي ما انتم شايفين عندي طبق كبير وطبق صغير. الكبير ده انا حامله ميه، ماشي، وده كده هنا شايفين ازاي. وبعدين ننزل على طول بالبودنج بتاعنا الحلو ده اللي احنا عاملينه حالا، ويدخل على الفرن 180 لدرجة لمدة 40 دقيقة. قلت لكم ان انا كنت ايه مطلعه شوية مربى عايزة احطها على الوش نسيحها نعمل لها جليزنج يعني. بس كده خلاص عظيم. لا اي واحد اللي مفتوح ده اللي مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. واهم حاجه ان احنا ما نفتحش عليه، ما يتفتحش عليه علشان ما يهبطش. وايه بقى اللي يحصل دلوقتي؟ اللي يحصل دلوقتي ان احنا ممكن نعمل دي جليزنج او يعني نسيح البتاعه دي هعملها لكم دلوقتي اهو. المعلقه، حط شويه مش كتير. وبعمل الحكايه دي برضو عايزه اقولها لكم في طريقه لطيفه جدا بمربى المشمش او اي مربى عندنا. عندنا عيش باجيت قديم، عارفين العيش الباجيت اللي بنجيبه بيقدد كده اللي ما اكلتهوش في نفس اليوم، تقطعوه او هعملها لكم مره اللي هو بريد بودنج في منتهى السلاسه والسهوله، شويه بس كريمه وبيض ولبن وسكر، ويبقى عندنا حاجه تجنن من الحاجات البواقي بتاعت البيت بتاعتنا. هاخد شويه الميه دول وننضف بقى هنا علشان عايزين نقدم البودنج بتاعنا. احنا منتظرين بس المربى تسيح شويه، والحاجات دي ممكن البرتقانيه دي نستعملها ك نعمل بيها شوية بس خلاص كده. واجيب لكم البودنج اللي احنا لسه مخلصينه اللي احنا مدخلينه حاجة، وده حاجة تانية احنا كنا محضرينها من قبل كده. واول بس ما تسيح اهو بدأ السيحان. من اكتر المربات الحلوه الواحد وهو صغير فكره الحاجات اللي بيحبها وبعدين ما بقاش يحبها، او حاجات ما كانش بيحبها وبعدين بيحبها، مثلا مربه اللارنج. وواحد صغير لا يمكن ياكل مربه لارنج، دلوقتي يا سلام مربه برتقان ويوسف هندي. زمان لا يمكن الواحد ياكل حاجه زي دي. جربوا، ما الواحد بتفرق مع حتى الحساسيه، الواحد وهو صغير تجيله حساسيه ولما يكبر تبعد عنه، ولما يكبر حساسيه تانية توصل تظهر له. ف اهم حاجه في الدنيا ان احنا نفضل نجرب طول الوقت. شوية مية صغيرة كده. أنا ليه بعمل كده؟ هيديلها جليزي يجنن، يعني هيخليها بتلمع جامد جدا 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 من الوش. والطعم طبعا بنزود كمية البرتقال والليمون فيها أهو يا ولد. طبعا فكره سخن وساقع، يعني دي انا عاملاها اوريدي هي ساقعه، انا عاملاها من فتره. فكره سخن وساقع يا ريت يا جماعه دايما نعملها، لان احنا عملنا سخن وسخن عارفين ايه اللي هيحصل، كله هيقع. فايه هي السخن وساقع؟ فاهو هتدينا لون حلو قوي، وبرتقانيتين كده عليها عشان اللي جايين ياكلوا عندنا يعرفوا ان احنا عاملين حاجه بالبرتقان.
وبكده الحلقه بتاعت النهارده بتاعتنا خلصت، اللي هي عباره عن عصير بتاع الكوليسترول ده اللي هو بالجريب فروت. عندنا حاجه النهارده سيتريسي قوي، جريب فروت، تفاح، وبلو بيري، وجنزبيل. وعندنا السلطه بتاعتنا بتاعت الفراخ المدخنه اللي هي عباره عن كابوتشا وفلفل الوان وطماطم شاري. ووريتكم الفرنش دريسنج ازاي بيتعمل، بديجون وبمسترد عاديه وكاتشب ومايونيز وستشاير صوص وزيت زيتون وخل، وهنعملهم مع بعض. وعايزين نحط معاهم شويه ريحان ينفع جوه الصوص او براه كده بورق زي ما انتم شايفين كده اهو، الورق ده اللي انا بحبه وبس. والبودنج. واحب اشوفكم بقى مره تانية ان شاء الله في حلقه تانية طعمها حلو برده زي الحاجات دي. اشوفكم مره تانية. Thank you.